مدودي طالبة ماجستير في مجال جامعة المنصورة حاليا في القاهرة، وأحد أعضاء الفريق اللي اكتشف ديناصور المنصورة تورس. هو تم اكتشافه من مصر من لحد الدخلة، عمره حوالي 80 مليون سنة. هو مهم جدا لأن ده يعتبر أول ديناصور يتم اكتشافه من مصر بواسطة فريق مصري بالكامل. الفريق عبارة عن دكتور هشام سلام المصري، سناء السيد، ومي الأمير، وسارة صابر. طبعا هو مهم جدا لأن هو تم اكتشافه من 80 مليون سنة، من صخور عمرها 80 مليون سنة، وده ما تم اكتشافه في أي مكان تاني في أفريقيا. وبالتالي كان عندي جاب كبيرة قوي إن أنا مش يعني، وعندي لغز إن أنا مش قادرة أعرف إيه اللي حصل في أفريقيا من 80 مليون سنة، وإيه اللي حصل للديناصورات في الفترة دي. فديناصور منتروسوروس لما اكتشفناه كنا قادرين نجاوب بعد كده على إيه اللي حصل في أفريقيا، إيه اللي حصل للديناصورات وعلاقتها بالديناصورات في القارات التانية. وعن طريق ديناصور منتروسوروس تم اكتشاف إن إحنا كنا أفريقيا على في صلة ما بينها، أو في كونكشن ما بينها وما بين أوروبا في الفترة دي. ودي حاجة مهمة جدا ما كناش نقدر نكتشفها قبل كده قبل ديناصور منتروسوروس. شكرا.